عشان نعرف تفاصيل أكتر عن فوز الأهلي امبارح واستعدادات الزمالك النهاردة لمقابلة القطن التشادي، بينضم لنا هاتفيا الأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير. أهلا بيك يا أستاذ جمال. أهلا بيك أستاذ هشام، صباح الخير. صباح الفل عليك يا أستاذ جمال. أهلا، صباح النور. خلينا نبدأ بالأهلي امبارح، طبعا وكان فوز مستحق زي ما احنا قلنا في سياق الخبر، وظاهرة تهديف مروان محسن اللي يعني جمهور الأهلي سعيد بيها الحقيقة لغاية دلوقتي. طبعا يعني النادي الأهلي يعني هو ماشي في رحلة خاصة بيه جدا، وهي رحلة جمع النقاط من المباريات المؤجلة، لأنه زي ما الناس عارفة أنه كان في مباريات كتيرة جدا مؤجلة للنادي الأهلي بسبب المشاركات الأفريقية. طبعا كل ثلاث نقاط بيحصل عليها الأهلي بتقربه من مكانه الطبيعي في المنافسة على قمة الدوري الممتاز. طبعا زي ما حضرتك قلت أنه هو كده ارتقى إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة، يظل في رحلة البحث عن النقاط. أما بالنسبة لعودة مروان محسن للتهديف، فمروان بطبيعة الحال هو هداف أصلا، ويمكن بعد لفترة طويلة جدا، وبيتلقى الكثير من الهجمات والانتقادات، لكن أنا بشوف أنه هو مهاجم برضو بيستطيع أنه هو يستغل يعني أنصاف الفرص، يعني الفرصة اللي أحرز منها الهدف الأول امبارح كانت يعني أعتقد أنها صعبة على أي لاعب آخر، لأنه ممكن جدا زي ما شفنا بعد كده في نفس المباراة وليد أزارو أتيحت له فرصة أسهل بكتير جدا وهو مواجه للمرمى وأطاح بيها. فالمهاجم أو الهداف عنده ميزة أنه هو يعود أو يستغل أنصاف الفرص، زي كمان ما عمل مؤمن زكريا. طيب يعني قبل برضو ما نسيب فكرة مروان محسن يا أستاذ جمال، برضو يعني أنا قلت أسيب المجال لحضرتك برضو عشان تكمل المعلومة. جمهور النادي الأهلي كان بيشوف عكس ده لفترات طويلة جدا، يعني رمضان بتكلم على مروان كان بيهدر فرص كتيرة جدا 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 سواء في المنتخب أو حتى في النادي الأهلي، وعشان كده كان بيتلقى أنواع من النقد اللاذع من جانب الجماهير، ومش بس جمهور الأهلي. ففكرة يعني أنصاف الفرص ما كانتش محققة للأمانة عند مروان لوقت طويل. حتى جمهور مصر كله بيتعامل مع مروان محسن في الكثير من الظروف مع المنتخب مثلا على أنه لا يستحق أن يكون موجود في المنتخب، يعني ناس كتيرة هجمت مروان، لكن برضو ما ننساش هجمت أجيري نفسه لما قال يعني في كلام حلو قوي على مشاركته في كأس العالم لهجوم. لا هو طبعا هو بلا شك أنه هو لاعب هداف، قد يكون طريقة اللعب أحيانا ما يعني ما بتظهرش دوره، لأنه برضو ما فيش اعتماد أساسي على وجوده كهداف صريح في ثلاثي. بس هو دايما كان بيلعب في مركز الفرود الصريح يا أستاذ جمال، هو كان بيلعب يعني هو بيلعب في مكانه الطبيعي، مش في مركز تاني ولا حاجة. لا أنا بقصد إنه يعني لما بيبقى عندك أنت اعتماد فقط على المهاجم الصريح ده ممكن جدا يظلمه، لأنه هو فيه لعيبة تانية، يعني أنت عندك في الثلاثي اللي هو الوسط الهجومي المفروض ان لهم ادوار ايضا هجوميه، يعني ممكن جدا رقابه مروان محسن اما بيحصل عليه رقابه بيبقى فيه اثنين لعيبه مدافعين او اكثر بيراقبوه، ده بيفتح المجال امام اللاعب الوسط المهاجم ان هم يساهموا او يحرزوا اهداف. والله يعني ايا كانت وجهه النظر في مروان طبعا فاحنا اكيد بنتمنى ان هو يكون متالق وناجح سواء في ناديه أو حتى في المنتخب، لأن دي إضافة لبلدنا في المقام الأول. تمام، وبالتأكيد زي جام إنه مروان ليس في حالته الطبيعية، لكن نقدر نقول إنه هو بيستعيد ذاكرة التهديفية وذاكرة التهديفية. طيب وده شيء طبيعي في كرة القدم يعني. طيب لسارتي بقى يا أستاذ جمال وبداية قيادته إن شاء الله الفنية للنادي الأهلي، بتشوف هل هيكون في فكر مختلف عن الفكر القائم، سواء فكر محمد يوسف أو قبليه حتى فكر كارتيرون؟ بتشوف إزاي هذه المدرسة اللاتينية ممكن تشتغل مع النادي الأهلي، خاصة أن يعني البعض كان بيقول أن النادي الأهلي دايما معتمد على المدارس الأوروبية؟
طبعا هو بالتأكيد انه بقى في حتى بالنسبة لمدارس الكرة ما بقاش في خصوصية للمدارس، يعني مثلا مدرسة اللاتينية والمدرسة الأوروبية، كل واحد طبعا او كل مدرسة لها مميزاتها، ولكن نقدر نقول ان بقى في برضو لغة عالمية. يعني النهاردة صحيح البصمة بتاعة المدير الفني الجديد لاسارتي ممكن يبقى له نكهة خاصة او طابع خاص، لكن ده كله مش هيبان غير على ضوء قيادته للفريق الفترة اللي جاية. وطبعا ما نقدرش نتكلم عن بصمات له في الوقت الحالي، لان هو مازال انا بعتبره في مرحلة ان هو بيتفرج، يعني هو لسه اول مباراة. هو بالنسبة لنا لغاية دلوقتي هو مجرد سي في، لم يرتقي بعد للمشاركة بقى. بالنسبة لنا احنا هو مجهول، لانه برضو كان فيه علامات استفهام كتيرة لماذا لاسارتي بالتحديد. السي في بتاعه ممكن يكون يعني مش كويس بالنسبة لبعض الناس، لكن انا بقول نحكم على التجربة. مش بس سي في هو الوحيد اللي بيعبر عن المدرب، لان في ناس سي فياتهم كبيرة جدا. مارتن يول مثلا لما جه النادي الاهلي ومع ذلك في اوقات كتيرة ما كانش موفق. فهي الفكرة كلها مش ورقة وقلم، يعني لابد ان احنا ندي الفرصة، لانه في عوامل اخرى، وده الاهم بقى يا استاذ هشام، في عوامل اخرى بتنجح المدرب او تفشله. يعني كارتيرون مثلا، طب ما هو نجح قبل كده مع مازيمبي واشترك في كاس العالم للاندية وخد بطولة افريقيا، ومع ذلك تجربته مع النادي الاهلي ان كان ما كانتش ناجحة قوي، لانه كان ينقصها عناصر كتير في الأجواء المحيطة. مانويل جوزيه نفسه لما عمل النجاحات التاريخية مع النادي الأهلي ما قدرش يقررها طبعا لما مسك فرق أخرى بعد ما ساب القيادة الفنية للنادي، وده قد يكون طبيعي. 23 مدرب أجنبي على مدار تاريخ النادي الأهلي مسكوا حاو أرقام وبطولات، بنتمنى طبعا أن لاسارتي يكون واحد منهم. الزمالك بقى يا أستاذ جمال خلاص يعني كان عامل فوز عريض قوي على القطن التشادي، هل اللقاء القادم هيكون نزهة بالنسبة للزمالك، ولا هيكون بنفس الجدية ونفس الإصرار اللي احنا شفناه في المباراة اللي كانت في مصر؟ لا اعتقد ان المسألة بالنسبة لمباراة القطن التشادي والزمالك محسومة بالنسبة لنادي الزمالك بالتأكيد، وانا بتوقع ان هو كمان الزمالك يستطيع ان هو يكرر فوزه على القطن التشادي، لان فريق القطن التشادي برضو خلينا نبقى واقعيين ما هواش بالمستوى العالي، بالعكس يعني انا بشوفهم وقعوا في اخطاء سهله جدا واخطاء ساذجه جدا، لكن ده مش معناه ان الزمالك كسب كده بالصدفه، لا الزمالك فريق قوي واستطاع خلال هذا الموسم ان هو يقنع المشاهدين والمتابعين، لان الزمالك فعلا فريق متكامل عنده مواهب عاليه جدا وفي جميع الخطوط على فكره، وانا لا ابالغ اذا قلت ان هو يعتبر اقوى فرق الدوري حتى الان حتى في الدوري المصري، ده بلغه الارقام كمان، بلغه الارقام والاداء وكل شيء. يمكن يكون الناس منتظره تحكم على تجربه الزمالك هذا الموسم بعد ان يتساوى معه الاهلي في عدد المباريات، وبالتالي هيبقى التقييم اكثر واقعية او اكثر منطقية. لكن الزمالك طبعا في مباراته امام القطن التشادي كان يستطيع ان هو يحرز اهداف اكثر، ويستطيع وضاع منه بالفعل فرص كتير غير السبع اهداف، فمسألة تأهله ان شاء الله هتكون مسألة محسومة ومنتهية تماما يعني. ان شاء الله على خير. بشكرك جدا يا استاذ جمال، استاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير، كنت معانا هاتفيا، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا كل التوفيق للأهلي والزمالك أو كل الفرق حتى اللي بتمثل مصر في البطولات المختلفة.